مدينة الدخلة جوهرة الجنوب المغربي، مدينة اللي حقيقة كل شيء تعشقها، والحضور ديال جميع المحامين والمحاميات فيها وفيه مجموعة الرسائل قوية باش تجسد كذلك الوقفة دائما تاع المحامين مع الملف ديالنا ديال رقم واحد ألا وهو الوطنية ديالنا والوطن بحال جميع المغاربة أنحاء العالم، وهي الرسالة اللي بغينا نمرها من خلال التواجد ديالنا باش مرة أخرى نأكدوا على مغربية الصحراء وعلى التواجد ديالنا وعلى استعداد المحامين والمحاميات باش دائما كما يتدافعوا في القضايا الأخرى باش كذلك يتدافعوا على القضايا الوطنية المهمة. فعلا مدينة الدخلة كما قلت جوهرة الجنوب، هي تتحتضر واحد المجموعة ديال التظاهرات الرياضية وعالميا ولا سيما ديال رياضة السيرف اللي ولات قبلة ديال جميع الأبطال العالميين، وبالتالي هي ممتازة جدا، وكنا نتمنى باش تكون هنا النهاية ديال البطولة ديال المحامي اللي دايرين ديال كرة القدم، وكذلك بطولات أخرى اللي تنظموا المحامين. والمحامي بطبعه ماشي فقط هو تيمارس بالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وجميع المساطير والقانون الجنائي، ولكن كذلك المحامي هو خبير في القوانين الرياضية اللي تسير الأوراش الرياضية، وبالتالي المحامي هو حاضر في جميع الأمور هذه ولا سيما الرياضة اللي تنتمنى باش يزيد المزيد من الانخراط والمسايرة ديالها تسيرا وكذلك ممارسة كمحامين. فعلا كاينين أبطال، كاين اللي كانوا لعبوا في فرق بحال في كرة القدم، اللي لعبوا في فرق القسم الوطني الأول، الزميل من فاس، واحد المجموعة الأبطال اللي زعما مارسوا داروا الرياضة كورش كبير. اللي مهم هو أن المحامين على غرار واحد المجموعة ديال الزملاء على المستوى العالمي ولا سيما توماس باخ اللي هو رئيس الاتحاد الدولي اللي هنا هو محامي وكذلك هو رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، إذا على غرار مثلا الأندية كلها اللي عندها ضرورة وإلزامية باش تكون عندها طبيب، نحن نسعى باش يكون كذلك الفرق والأندية باش يكون عندها محامي، لأن المحامي هو اللي تيهتم بالملفات القانونية ديال الفرق والأندية وبالتراخيص ديالها وكذلك بالترافع عليها، ولا سيما أننا في المغرب الحمد لله الآن أصبحت لنا غرفة للتحكيم الرياضي وتابعة للغرفة ديال التحكيم الرياضي الدولي لوتاس اللي كاينة في لوزان في لاسويس، وبالتالي المحامي هذا هو الدور ديالو اللي متشعب وكبير ومهم جدا باش يزيد يعزز المكانة الرياضية للمملكة المغربية ويكون حاضر فيها لأن غادي يقويها إن شاء الله. الدراجة المغربية الحمد لله تسير بخطوات ثابتة، عندنا الآن دزنا لواحد المرحلة أخرى في الميدان التقني، نحن الحمد لله مزيان، عاد سالينا دابا درنا واحد استراتيجية أخرى جديدة والعصب، عندنا 12 عصبة في المملكة المغربية على حسب التقسيم الإداري للمملكة، وبالتالي هذه العصب هذه كلها دابا الآن تدير الطوافات نتاع الجهوية، بدينا بالطواف نتاع الدار البيضاء سطات، من بعد منا خريبكا بني ملال، نستعد باش تكون إن شاء الله طواف يوم 6 دجنبر المقبل غادي يكون طواف المدن ديال الشمال طنجة تطوان الحسيمة، وكذلك من يليها واحد المجموعة ديال التظاهرات اللي ممتازة، وهادشي كله الحمد لله بدا تيبرز وتعطي واحد الأبطال جدد ولا تعطي واحد انخراط كبير ديال الشباب والشابات في الميدان ديال الدراجة، لأن احنا في الأخير هاد السنة هذه الرغبة ديالنا والعمل ديالنا الأكيد هو أننا نضمنوا التأهيل ديالنا للألعاب الأولمبية اللي تكون في باريس 24 واللي بدا التنافس عليها من أكتوبر 22 إلى أكتوبر 23. إذا المغرب الآن الحمد لله على المستوى الفرقي يحتل الرتبة 34 عالميا، شيء جميل جدا، الرتبة كذلك على المستوى الإفريقي نحتل الرتبة الثالثة،
وعلى المستوى ديال الفرق الاحترافية نحتلوا عندنا فريق اللي تيحتل الان حسب الترتيب، ولكن مازال البطولات مسترسله، يحتلوا الرتبه الاولى في العالم، شيء جميل. فريق سيدي علي إنلوك الان يحتلوا الرتبه الاولى عالميا، وهذا انجاز كبير اللي حققته الدراجه المغربيه فضل الدعم ديال الجميع، من مؤسسات، من اللجنه الوطنيه الاولمبيه، من وزاره التربيه والتكوين والرياضه، وإلى غير ذلك من المنخرطين معنا. وبالتالي الحمد لله تنشهدوا واحد النهضة رياضية في جميع المجالات ومنها الدرجة المغربية.